بالنسبة للمدرب عموتة مدرب مزيان وعنده خطة مزيانة وكيعرف يحط اللعابة في التيران وكيعرف يجيب النتيجة. غير المشكل اللي وقع وهو اللعابة لعبوا بزاف ولعبوا زعما تقاتلوا في على هذاك الكوب باش يجيبوه. كنطلب من السيد الناصيري الرئيس ديال فريق الوداد كان يتعاقد مع فاخير، لان فاخير شيخ المدربين وعمدة ديال المدربين وراجل عنده اكثر تتويج واكثر الالقاب والشهرة ديالو سابقه، والوداد خاصه راجل ديال المرحله بحال محمد فاخير. وكما غنقول دابا انا عموت يعني ما فهمتش ان فوا جمهور ما بغاوش ودرع النقاب يعني فهمتي خاصو يخلي الفريق يعني بلا واحدين تبغي تخدم قد ما هبطش واحدين كيهبطوا فوق يعني ما عندكش بقى يعني فهمتي سير عزك. مدرب عموته في النتائج ديالو كدل عليه بان ما هو مدرب كبير، اما هو راه باين بانه هو مدرب عنده مستوى كبير في كره القدم وحاز على عصبه الابطال الافريقيه وكان مع السد القطري، والوداد البيضاوي كان يعني حتى هو فريق كبير. بالنسبه لي انا والراي الشخصي وبصفتي انني ودادي وكان غير على الوداد، كيبان لي ان عموشه مدرب كفء عندهم المؤهلات ما يكفي، وبرهن على هادشي هذا لا مع الفتح الرباطي اللحظه اللي كان ولا مع السد الاماراتي ولا مع الوداد اللحظه اللي حصل لنا على اللقب الثاني ديال الوداد في عصبه الابطال. خصو يبقى علاش؟ انه هو اللي حافظ الفرقه مزيان ومشى معاهم في الاقصائيات ومشى معاهم في سميتو، هو اللي عارف الدراري كاملين كل لعاب تيعرف الامكانيات ديالو، وثاني حاجه هو عنده خطه رهيبه في التيران. اول حاجه اللي غنبدا بها الوداد فريق كبير، وعموت احنا في هذه الوقيته هذه خاصنا نوقفوا معاه حيت احنا راه بطل افريقيا وراه المتشوشين راه هما اللي غيخرجوا على الفريق وديما وداد. لان اي فريق كيفاش ما كان النوع ديالو سواء عالمي فوق فرق صغرى يعني كتمرم واحد انتكاسه ولا واحد لحظه فراغ. هادشي اللي في اعتقادي انايا بالنسبه ليا يعني فريق الوداد البيضاوي ككل ليس المسؤوليه كيتحملها المدرب حسين عموشة ولا اللعابه ولا المسيرين. كاين واحد الجمهور كاين صنفين، كاين صنف اللي كيحب الكره وكاين عشان الصنف اللي همو هو النتيجه، وفهمتيني ما كاينش كيبغي النتيجه يعني اين فوا خسر شي ربح خسر شي ربح شي ثلاث ماتشات متابعين اين فوا خسر شي ماتش واحد ضروري كيمشي يوعد عموشة كيمشي يوعد المدرب لا مدرب دايرين نفاق لا دايرين داير عليه سميتو. الحمد لله وداد الامه كتبقى ديما وداد الامه، وكنتمنى لهم انهم يفيقوا من هذه الانتكاسه اللي هما فيهم حاليا دابا.